السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي أولياء أمور وطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الرابع الابتدائي، هو عبارة عن امتحان على الوحدة الحداشر، امتحان كامل ومطابق لأحدث المواصفات، هنحله مع بعض على الوحدة الحداشر. اتمنى ان شاء الله ان الامتحان يعجبكم. ما تنسوش هسيب لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوا جميع فيديوهات الصف الرابع الابتدائي للي حابب ان هو يطلع عليها، هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بفكركم لو دي اول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز او الاشعارات بتاعتنا اولا باول. وياريت ان احنا نقيم نفسنا في الامتحان ده، يعني نحاول ان احنا نجاوب قبل ما انا اجاوب، تمام، ونستنى لما انا اجاوب وتشوف اجابتك اذا كانت سليمة ولا لا، وفي اخر الامتحان تقيم نفسك او تقيمي نفسك وتدوا لنفسكم درجات على الامتحان. يعني هيكون في تقييم ذاتي، او كل واحد فينا هيمتحن نفسه ويحط الدرجات لنفسه بكل امانة وبكل شفافية، تمام ان شاء الله. يعني يا ريت نتبع الاسلوب ده، ان احنا نمسك الامتحان من اوله لاخره كده ونشوف كل سؤال، نحاول ان احنا نجاوب قبل ما انا اجاوب. لو اجابتك او اجابتك طلعت زي اجابتي يبقى اوكي، يبقى انت خدت الايه الدرجه النهائيه في السؤال ده، تمام. لو لقيت في عندك نقص في سؤال فده بينقصك درجه من ضمن درجات الامتحان كله، تمام، ولحد اخر الامتحان. بكده ان شاء الله هيبقى في نوع من انواع التشجيع على ان احنا نحل اكتر، وكمان هيبقى في نوع من انواع التصحيح لنفسنا. يعني السؤال اللي تلاقيه عندك خطأ يا ريت تحاول ان انت تركز ايه الخطأ ده وليه وقعت في الخطأ ده عشان ما تقعش فيه تاني. وحابب ان انا انوه برضو لخاصية جديدة في القناة، هي خاصية الانتساب، اللي من خلالها تقدروا تستمتعوا بمميزات اضافية زي التواصل معايا على برنامج الواتساب. وهناك في الواتساب هيكون في مسابقات في اللغة الانجليزية، وهيكون في جوائز نقدية للفايزين، وكمان ضمن المميزات هيكون في فيديوهات خاصة بالمنتسبين، وكمان هيكون في بث مباشر ليهم، ده غير ان ليهم اولوية في الرد على التعليقات وكمان مشاهدة الفيديوهات مبكرا. علشان نعرف المزيد عن الانتساب برجاء الضغط على زر الانتساب او الانضمام او جوين الموجود بجوار زر الاشتراك، وهناك هتتعرفوا على المزيد عن الانتساب وكمان ايه المميزات اللي بناخدها من الانتساب. وعذرا على المقدمة الطويلة دي، تعالوا مع بعض نبدأ أول سؤال عندنا في امتحاننا، وهو سؤال listen استمع and write T واكتب حرف T لو الجملة true صحيحة or if لو الجملة false. هنستمع مع بعض إلى قطعة، وبعد ما نستمع هنفهم القطعة كويس، وبعد ما نستمع هنقرأ كل جملة من الجمل دي ونشوف هل الجملة مطابقة للي احنا سمعناه ولا لا. لو هي زي اللي احنا سمعناه هنحط T يعني true، الجملة دي صحيحة. لو هي غلط مش زي اللي احنا سمعناه هنحط اف يعني فولس. يا ريت نركز واحنا بنستمع. طيب القطعه بتقول مازن اند داليدا ار براذر اند سيستر، they love their school، their teachers are very kind، هاني is a young man، he works in the city. تعالوا نشوف كده مع بعض. مازن and Dalida are cousins. يلا نفكر كده. لا طبعا كانوا brother and sister، يبقى الجملة دي false. If they love their school، تمام، هم بيحبوا مدرستهم، true. Their teachers are very bad، ايوه سامع ناس بتقول false. جميل، if false. انا هسيب لكم ثانيتين ثلاثة كده قبل ما اجاوب بحيث ان انتوا تجاوبوا قبليه. هاني works in a village، هاني works in a village، لا طبعا works in a city يعني في مدينة، city طبعا اللي هي مدينة كبيرة. السؤال الثاني عندنا هو سؤال بالشكل ده، قطعة وفيها فراغات، والمفروض هملأ الفراغات دي بكلمات اللي فوق دي، تمام. هنقرأ القطعة مع بعض. We decided to change some things as a family، نحن قررنا أن نغير بعض الأشياء كأسرة. Dad now، بابا الآن. goes to work، بيذهب إلى العمل. يا ريت نحفظ يا جماعة الكلمات اللي مش عارفينها، نحاول نطلعها ونحفظها. goes to work، يذهب إلى العمل. with his friend، مع صديقه. in the space car،
يلا نفكر كده يا شباب. تمام، برافو، سامع ناس شاطرة بتقول in the same car، في نفس السيارة. in the same، same يعني نفس الشيء، بيركبوا نفس السيارة. mom space the bus to work. يلا نفكر كده يا شباب. جميل، سامع ناس بتقول takes، ممتازين. mom takes the bus to work، ماما بتستقل الأتوبيس إلى العمل. she doesn't drive، هي لا تقود، لا تقود السيارة. I أنا now go to school space bike. I now go to school، تمام، by bike يعني عن طريق الدراجة، by bike. my sister نورا walks to school، تمشي إلى المدرسة. because لأنها her school is، أيوة تمام، nearer، لأن مدرستها أقرب. nearer هنا يعني معناها أقرب. السؤال الثالث عندنا جمل في العمود A والتكملة بتاعتها في العمود B، المفروض هنوصل كل جملة بالتكملة بتاعتها من الناحية التانية. you must wait، يلا نفكر يا شباب. you must wait، أيوة تمام، for the green light. يبقى الإجابة اللي هي السؤال الثالثة دي for the green light، يجب أن ننتظر للإشارة الخضراء، ينتظر لل، دايما wait for. طيب cars put chemicals، cars السيارات ها تضع المواد الكيميائية، أيوة جميل. أول واحدة into the air، في داخل الهواء، خلي بالك put into يعني تنشر أو تضع المواد الكيميائية في داخل الهواء، الكارز العوادم بتاعة السيارات. buy food at، buy food at، يلا نفكر كده. تمام، آخر حاجة shops near your house، اشتري الطعام من المحلات اللي قريبة من منزلك. don't cross from، طبعا فاضل واحدة بس، behind a car، لا تعبر الطريق، يعني don't cross لا تعبر، from من خلف السيارة، ما تعبرش الطريق من خلف السيارة. ده السؤال الثالث، عايزين نعرف بقى ان شاء الله جبته كام لحد دلوقتي. هنقرا مع بعض القطع ونحاول نجاوب على الاسئله اللي فيها. last week، الاسبوع الفائت او الماضي. I heard، انا سمعت. heard الماضي من hear، يسمع. دكتور هيلين ووكر، انا سمعت الدكتور هيلين ووكر talking about، تتحدث عن air pollution، تلوث الهواء. I liked her ideas، انا حبيت افكارها. and I did some research، وانا عملت بعض الابحاث. I talked، انا تحدثت. to my family، الى اسرتي. about، عن. what can we do، ما يمكننا فعله. we can have energy saving light bulbs in our apartment، يمكننا ان نحصل على او نمتلك لمبات موفرة للطاقة. in our apartment، في الشقة بتاعتنا. هنا apartment معناها شقة. we can use passes، نحن يمكننا أن نستخدم، use يعني نستخدم، passes أتوبيسات and trains وقطارات more أكثر. we can share، نحن يمكننا أو نستطيع أن نتشارك. share a car، السيارة. with a friend، مع صديق. sometimes، أحيانا. we can walk، نحن نستطيع أن نمشي. and not always go by car، وليس دائما. not always، ليس دائما، always يعني دائما. go by car، نذهب بالإيه، بالسيارة. we can have، يمكننا أن نمتلك. many plants، العديد من النباتات. many العديد، plants نباتات. on our balcony، في البلكونة بتاعتنا. تعالوا نشوف الأسئلة كده. أول سؤال عندنا هو سؤال اختيار. دكتور هيلين ووكر talked about، كانت بتكلمت عن إيه دكتور هيلين ووكر؟ تمام، الاختيار رقم A air pollution، أهي we're talking about air pollution، بتتكلم عن تلوث الهواء. نقدر نوقف الفيديو ونحاول نجاوب قبل ما نجاوب، لو أنا إيه كنت بجاوب بسرعة يعني. number two، we can have energy saving، يلا نفكر، يلا نوقف الفيديو وندور في القطعة. أيوة تمام. number B light bulbs، we can have energy saving light bulbs.
طيب what do we need to do on our balcony؟ طبعا لازم نحفظ أدوات الاستفهام. what معناها ايه يا شباب؟ ماذا نحن يمكننا او نحتاج ان نفعل؟ ماذا نحتاج ان نفعل في البلكونة بتاعتنا؟ هنلاقي الإجابة موجودة في آخر جملة خالص في القطعة. تمام، we can have many plants on our balcony. جميل، كل اللي جاوب الإجابة دي ممتاز. who was talking about air pollution؟ يلا نفكر كده في السؤال ده الأول، معناه إيه؟ هو يعني من كان يتحدث عن تلوث الهواء. تمام، في السطر الأول. جميل، دكتور هيلين ووكر هي اللي كانت بتتكلم. خلي بالك أداة الاستفهام هو مهمة جدا، هو يعني من، احنا عرفنا what ماذا أو ما، وهو يعني من. ننتقل إلى السؤال الخامس، هو سؤال reorder. طبعا عندنا جملة ومتلخبطة والمطلوب إن احنا نرتبها. هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط، ودايما بتلاقيها بادئة بحرف كابيتال يو. يلا نبدأ كده. أول جملة عندنا يو يعني أنت. أنت إيه بقى؟ أيوة، سامع ناس شاطرة بتقول كانت، لا تستطيع. كانت إيه؟ دايما بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى يو كانت سويم، لا تستطيع أن تسبح. هير، هنا. جميل، دي أول جملة. يو كانت، أنت لا تستطيع سويم، تسبح. هير، هنا. الجملة الثانية عندنا واي. واي معناها إيه يا شباب؟ تمام، دي أداة من أدوات الاستفهام مهمة جدا، معناها لماذا. واي معناها لماذا، ودايما بجيب بعد أداة الاستفهام الفعل المساعد. يلا نفكر كده، الفعل المساعد فين؟ أهو ار. لو لقينا do أو does أو did أو am أو is أو are نحطهم. يلا why are، أهي why are. بعد كده الفاعل، أيوة الأطفال، لماذا يكون الأطفال، the children. تمام، in danger. جميل أوي، كل اللي جاب الإجابة دي تمام، يبقى why are the children in danger، لماذا يكون الأطفال في خطر. طب الجملة اللي بعد كده there، احنا دايما بنقول إيه؟ there، أيوة are أو there is، يوجد، يبقى there are. there are إيه بقى؟ camels، يوجد جمال، بس في كلمة sometimes هنا هحطها قبل كلمة camels، يبقى there are sometimes، يوجد أحيانا جمال camels on the road، على الطريق، يبقى there are sometimes camels on the road. دي الجملة الثالثة. السؤال السادس عندنا punctuate the following. سؤال البانكتشويت في الغالب بيجيب لنا حرف محتاجين نكبره، هو small، واحنا لازم نكبره. تمام، ويجيب لنا يسيب لنا الجملة كده فاضية من غير ما يحط full stop، نقطة أو question mark، علامة الاستفهام في الآخر. محتاجين نظبط الحاجات دي، يعني الحروف اللي small اللي محتاجة تتكبر نكبرها، ولو في full stop مش محطوطة نحطها في نهاية الجملة، أو question mark نحطها في نهاية الجملة حسب الجملة. لو هي جملة statement خبرية هنحط فول ستوب، لو هي كويستشن سؤال هنحط له كويستشن مارك او علامه استفهام. تعال نشوف الجمله اللي قدامنا دي. تمام، سامع ناس بتقول السي هنا محتاجه تتكبر. جميل، لانها سمول في بدايه الجمله، لازم اكبر اي حرف في بدايه الجمله، في بدايه اي جمله سواء سؤال او جمله خبريه لازم اكبر اول حرف. تعال نمشي شويه كده، اهو حاطط الابوستروفي. احيانا بيشيل الابوستروفي دي ويطلب مننا نحطها، خلي بالك، بس هو الراجل حاططها. تمام، جو نير ذا سكول، اه ناقصني هنا ايه؟ تمام، فول ستوب، نقطة، لأن دي جملة خبرية بادئة بكلمة كارز، السيارات، ما هي السؤال، يبقى بحط له فول ستوب. يبقى أنا هنا مكبر سي وبحط الفول ستوب في الآخر، وبعدين أحط إيه؟ خط صغير كده تحت السي، وخط صغير تحت الكويستشن، تحت الفول ستوب، علشان خاطر أعرف اللي بيصحح إن أنا إيه، هم دول الإيه الحاجتين اللي أنا غيرتهم أو اللي أنا عدلتهم. بس يا ريت ما نقربش الخط الصغير ده من الحرف، ما نلزقوش فيه، ننزله تحت شوية كده. تمام، السؤال الأخير عندنا هو سؤال الباراجراف. الباراجراف بتاعنا من 18 كلمة. تمام، وأحيانا بيقول لي اكتب أربع جمل. تمام، 18 كلمة باستخدام العناصر اللي هو هيديها لي. الأول عنوان الباراجراف reducing pollution، يعني تقليل التلوث. reducing يعني تقليل، pollution التلوث. طبعا جايب لي بعض الكلمات كده، pollution تلوث، harmful ضار، hate يكره، cars سيارات، chemicals مواد كيميائية، dangerous خطيرة. تعالوا نحفظ الباراجراف ده. تمام، ياريت نحفظه، نكرره مرة واثنين وعشرة وعشرين لو أمكن، علشان نقدر ان احنا نحفظه. تعالوا نشوف الباراجراف بيقول ايه. this is pollution، اول جملة عندنا اللي احنا شايفينه ده بنسميه تلوث، this is pollution،
هذا يكون تلوث. ما تنساش الحرف الأول يكون كابيتال، نحط فول ستوب في نهاية الجملة. It is هو يكون harmful، هو ده عايد على مين؟ عايد على البلوشن. It is هو يكون harmful، ضار to the environment، ضار للبيئة. تمام؟ people الناس hate pollution، الناس جايب لي hate يكره، الناس بتكره التلوث. ما ننساش الفول ستوب. نبدأ الجملة اللي بعدها بحرف كابيتال، cars السيارات، هي جايب لي cars. make air pollution بتعمل او تسبب اللي هي تلوث الهواء، وبعدين الفول ستوب ونبدأ بحرف كابيتال. they هم put chemicals بتضع المواد الكيميائية into the air في داخل الهواء. وبعدين اخر جملة it's dangerous، it دي قلنا عايد على البلوشن، يكون dangerous معناها ايه؟ تمام، خطير. وبكده احباتي نكون خلصنا امتحاننا على خير. عايز اعرف انتوا جبتوا كام في التوتال كله في الامتحان. اتمنى ان شاء الله ان يكون التقييم كويس ويكون درجاتكم كويسة. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله، وهيكون شرح للوحدة ال 12، الوحدة الاخيرة في المنهج. وحتى حينها اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.